ليه الناس بتبلش تزهق بالعلاقة الرومانسية بعد فترة وبلشوا يتعودوا على بعض وبلش الملل يزيد؟ وشو الحل لهذا الموضوع؟ هلا أول إشي اللي بدي أوصل لك إياه إنه هاي فكرة نمطية موجودة عند غالب الناس، وإذا أنت كنت من الشخص من النوع اللي بأخذ نصائح على حكي الناس العامة، هذا الإشي رح يسوي لك دمار في حياتك. هلا أنا بعرف اللي بحكيه ممكن ما يكون ألطف كلمة بالعالم، ولكن بحكيها عشاني بحبك. غالب الناس عندها آراء عن أي موضوع بالعالم، يعني بتسأله بالسياسة بجاوبك، بالبزنس بجاوبك، بالعلاقات بجاوبك، بالحياة بجاوبك، ولكن هم ما بعطوها كآراء، هم بعطوها كشيء حقيقي في الحياة. فبتلاقي الناس بيحكوا الواحد لما يتجوز بعدين يبلش يزهق. فالسبكونشسلي أنت بتتشرب هذا الشيء، أو بالعقل اللاواعي تتشرب هذا الشيء كأنه حقيقة مطلقة عن الحياة، كأنه حقيقة مطلقة عن العلاقات. وأنا هون عشان أقول لك هذا الإشي مش حقيقة، لأنه بالنهاية أنت بتختار الواقع تاعك. إذا بتترك الواقع تاعك أوتوماتيكي رح يودي للملل. فشو الحل لهذا الموضوع؟ أول إشي بدك تبلش توعى على قانون اسمه قانون الاندثار التلقائي. قانون الاندثار التلقائي بحكي لنا أي شيء بتحط فيه طاقة بيستكمل وبزيد، وأي شيء بتسحب منه طاقة ببلش يندثر تلقائيا. خدها بأي أمثلة بالحياة. إذا أنت عندك بيت وبتدير بالك عليه دائما، البيت رح يكون بوهج. إذا هذا البيت هجرته، تركته سنة سنتين ثلاثة، شو رح يبلش يصير بالبيت؟ رح يبلش يدخل بحالة اندثار. حتى لو واحد دخل على البيت بعديك رح يحكي البيت ما فيه روح، ما فيه طاقة، لأنه هذا الإشي بمر بقانون الاندثار. نفس الشيء بالعلاقات، إذا أنت بتدخل بالعلاقة وكنت تحط طاقة قبل ما تدخل في هاي العلاقة، يعني أنتوا عم تتعرفوا على بعض، لما خلص تزوجتوا أو خلص بلشت العلاقة وتعرفتوا على بعض والأمور انتهت، بطلت تحط طاقة بالموضوع، أنت راح تبلش تدخل بقانون الاندثار التلقائي. وهون الناس بتصير تحكي العلاقات بعد فترة بتصير مملة، بدون ما يشوفوا بمسؤولية كيف هم الخلاقين لهذا الواقع. لذلك أول إشي بدك تنسفه من عقلك هاي الفكرة أنه هذا إشي طبيعي من تطور العلاقات. إذا أنت اخترت العلاقة يكون فيها شغف دائم، يكون فيها حب دائم، يكون فيها تطور دائم، راح تكون بهاي الطريقة. وهذا بوصلني للنقطة الأهم. إذا العلاقة فيها ملل لأنه أنت كشخص والشخص الثاني بطل عندك شغف على حياتك الشخصية، يعني إذا أنت شخص حياتك بتملل، واسمح لي أحكي هاي الجملة، ما فيها شيء جديد، ما فيها تطور، ما فيها شجاعة، ما فيها تغيير، ما فيها بحث، ما فيها تعلم، ما فيها بتاخذ كورسات وبتقرأ كتب وبتجرب وبتغير، وما عندك إلا حافز إنه كل إشي يرتقي ويتحسن، لأنك فاهم إنه التطور في الوعي والتطور في الأمور هو جزء من لعبة الحياة الروحية. إذا ما عندك هذا الحافز، هذا الملل رح يكون أنت ورح تصير تصدره، لأنك بالنهاية بتصدر الطاقة اللي أنت عليها. هذا شيء علمي بحت. بالنهاية أي طاقة أنت عليها إلها تردد معين، خلاياك رح يكون إلها اهتزاز ورح تطلع تردد معين. فالتردد تاع الشغف، تاع الحماس على الحياة، تاع الحب للعيش، الحب للحياة، الحب للتطور، الحب للبحث، غير عن الإحساس المكرر، الشخص اللي ارتاح على الكومفورت زون، على دائرة الراحة. فاللي بيصير عادة بيكون الشخص فرديا بلش يرتاح على الكومفورت زون تاعته، دائرة الراحة تاعته، وبطل يغير، وهذا الشيء بيصير يسقط على العلاقة. هلا ممكن تحكي بس أنا بداية العلاقة كان 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 في حماس رهيب. أكيد، لأنه شيء جديد ومعناته حرك واحدة من دوافعك السايكولوجية اسمها the need for novelty، الحاجة للتجديد. ولكن إذا أنت الشيء الوحيد اللي بتعتمد فيه عشان يكون العلاقة فيها شغف وفيها حب للحاجة للتجديد، معناته كل مرة رح تدور على طاقة جديدة، طاقة جديدة، طاقة جديدة، وبس تتعود على هاي الطاقة معناته رح يبلش يروح الإثارة. لذلك ضروري تبلش توعى إنه مش بس التجديد هو اللي بدي أدور عليه، هذا التجديد ممكن تلاقيه أنت والبارتنر تاعك في الحياة، في الرحلات، في كل شيء بتعمله، في أسلوب الحياة، ولكن مش هذا الأساس. الأساس إنك أنت تكون تحب حياتك وتتطور فيها عشان تجيب هاي الطاقة للعلاقة. يعني أنا هلا شخصياً لأني عندي شغف للتطور، تلاقين دائما ببحث في العلاقات، دائما بدرس في العلاقات،
ونفس الشيء زوجتي مريحة، دائما تدرس ودائما تبحث، ومش بس بالعلاقات، هي عندها الشغف تاعها تتعلم عن 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 الصوت او ساوند هيلينج، تتعلم كثير عن الاكل الصحي وعن الجسم كيف بيشتغل، عن كيف تبني كوميونيتيز. فكل واحد عندنا عايش العنصر تاعه. انا بتلاقيني عندي باشن للخيمياء وباشن للتعليم وباشن للتطوير وباشن لوعي الثراء. فكل واحد فينا هاي النار اللي منولعها داخل بعض، بتصير هاي النار تختلط من خلال خيمياء العلاقة تاعتنا. لذلك دائما بدك تبلش بحالك، وانت تجيب انرجي الحب والاستمتاع للطرف الاخر. كمان نقطة مهمة جدا تبلش توعى عليها، انه الحب شيء والشغف كطاقة شيء تاني. يعني مش معناته إذا بتحب شخص معناتك عندك شغف إله، هدول الطاقتين مش طاقتين متوازيات. الحب كلياتنا بنعرف من إيش بيجي، الحب بيجي من الاتصال، الحب بيجي من يكون عندكم رؤية موحدة، رسالة موحدة. الحب بيجي إنه لما حدا يستفز التاني، الشخص بتطلع جوا على الانسكيورتيز تاعته وبتطور وبيفرغ عدم الأمان عشان يكون قادر يحتضن الشخص التاني. ولكن الشغف بيجي من إشي مختلف، والشغف بيجي من إشي بيسموها polarity أو معناها النقائض. يعني حدا بكون زائد موجب وحدا بكون ناقص ماينس، عشان هيك بصير الجذب القوي. لذلك بالعلاقة عشان تولدوا شغف ضروري حدا يكون على طاقة ذكرية أعلى والشخص الثاني على طاقة أنثوية أعلى. هلا لاحظ، ما حكيت إنه لازم الزلم يكون بالطاقة الذكرية والبنت تكون بالطاقة الأنثوية، ممكن تتبادلوا هدول الأدوار، ولكن ضروري واحد يكون هو اللي حاس بهاي اللحظة الماسكلين إنرجي، الطاقة الذكرية عالية، واللي قبال البارتنر عم بحس بحالة تسليم للطاقة الأنثوية. لاحظ ما حكيت معناته إذا أنت بدك تعيش هاي الحالة معناته بدك تعيشها طول فترة العلاقة أو تعيشها برا العلاقة. أنا بحكي إذا بدك طاقة شغف بهاي اللحظة بدك بولاريتي زيادة. لا هيك بتلاحظ في ناس كثير بحبوا بعض، ولكن عشانه ما ولدوا هاي البولاريتي، هاي النقائض في الطاقة، بتحسهم أكثر زي كأنهم بارتنرز بالبيت، زي كأنه واحد ساكن مع صديقه بالبيت، أكثر من أنهم التنين عندهم حب وعندهم نار وعندهم شغف. لذلك الشغف بدك تبلش تدربوا أنتوا التنين، حدا يروح على طاقة أنثوية أكثر، حدا يروح على طاقة ذكرية أكثر. حرفياً اتعودوا على الإشي، تعلموا على هذا الإشي. ورح أحكي نصيحة لأخواتي البنات، ما تأخذ الموضوع إنه إله دخل معناته أنا مش قائدة أو أنا معناته بدي أكون تابعة أو معناته أنا رح أفقد جزء من قدرتي على تحقيق أهداف. لا، أنت بس عم تلعب دور في مكان معين في زمان معين جو العلاقة. إذا بدك فيها شغف، إذا ما بدك فيها شغف وبس مكتفي بالحب، هذا إشي حلو. ولكن أنا شخصيا بحب الحب وبحب الشغف، وهذا إشي بتطور فيه كل يوم. ولكن بالنهاية اللي حكيته بالأول هو الأساس، إنك تركز على تطويرك. العلاقات فيها عالم تفهمه، عالم تتطور. ما تفكر إن دخلت في علاقة معناته أنت خاتم كل إشي عنها بس عشانك دخلت فيها. لا، بتتعلم كل يوم، تتطور كل يوم، تتعلم عن الطاقة الجنسية، بتتعلم عن الاتصال الجنسي، لأنه هذا عالم لحاله. التانترا والسكتشوال الكيمي هذا عالم تاني لحاله. لذلك ضروري تحط عنصر التطور اللي بيجيب البهجة وبيجيب الحب وبنفس الوقت الشغف عن طريق البولاريتي. بتمنى تكون حبيت هاي الحلقة وعلمت معاك وعملت معاك فرق. ورسالتي لك بالنهاية، اتذكر الملل بيجي لأنك أنت ملان في حياتك مش بسبب العلاقة. وشكرا. بتمنى انك تكون حبيت هاي الحلقة، وبما اننا بنحكي عن التطور واهمية التطور الشخصي قبل ما يكون في العلاقة، واحدة من اهم الاشياء اللي تتطور فيها هي قدرتك على تحقيق الاهداف اسرع وبأناقة وبتدفق اكثر. لذلك حضرت لك محاضرة كاملة كيف تقدر تحقق أهدافك من البعد الخامس، البعد اللي بيسرع تحقيق الأهداف. رح أطلب منك تروح تشوف المحاضرة المجانية هلا، محاضرة مجانية ما في إشي تخسره، اعمل هذا الاستثمار بوقتك ورح تشوف القيمة الهائلة رح تأخذها منها. وشكراً.